السلام علیکم تمام دوستوں کو ایوری تھنگ ایزی چینل میں خوش آمدید۔ دوستو ابھی تک تو آپ لوگوں نے صرف یہ محاورہ سنا ہوگا کہ چور گھر تک بگانا یا غل دکور اپور زغلول۔ آج دوستو آپ لوگ خود اس محاورے کو حقیقت بنتے دیکھیے کہ سعودی مواطن نے کیسے پیک کال کرنے والے کو گھر تک بگایا ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے، مزہ نہیں آیا تو پیسے واپس۔ انا ما اسمع شو تقول يا با محمد ابراهيم، معاك محمد ابراهيم العمري من مركز المعلومات الوطنيه من قسم امن الحسابات البنكيه. الله يسلمك يا رب. مركز المعلومات الوطني قسم الحسابات البنكيه، تفضل. اي نعم يا علي، تفضل حبيبي اسمعك. يا علي سؤال موجه لك من كشف جرائم الكتروني، سؤال موجه لك من كشف جرائم الكتروني، هل انت حولت اي مبلغ الماليه لخارج المملكه اليوم الصباح؟ حولت مبلغ مالي اليوم الصباح؟ لا ما حولت، تفضل. طيب قال انت متى كان استخدامك بطاقة صرافة اخر مرة وين استخدمتها؟ استخدمتها في المشين، في الصراف العادي. سؤال، جاك اي مكالمة خارجية غير معروفة غير موثوقة؟ يعني يمكن هذه المكالمة، يعني هذه المكالمة اللي انت تكلمني اونلاين عبر الانترنت يا غالي؟ اي نعم شريت. طيب خليني اخبرك، الان احنا جتنا ملاحظة على رقمك انه في عملية الاقتراض لحسابك البنكي، الان انه في شخص متخلف تونسي جنسية حاول استخراج المبلغ وحاول يدخل كلمة المرور من 4 إلى 5 مرات، واحنا جتنا ملاحظة على النظام واتصلنا بك الان لتحديث البيانات او تعطيل عملية الاقتراض. اي تفضل. الان لازم نحدث الحساب ونعطل عمليه الاقتران. اي تفضل. تفضل اكد رقم الهويه الله يسلمك يا غالي. تفضل مينا. بليز تيك ذيس وان بليز. ايوه حبيبي تفضل. تفضل. اكد رقم الهويه الله يسلمك يا غالي. 100 100 757 صفر 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 سبعة آخر شيء 3 7. أي نعم، بس أنا بيعرف أنت سبعة. أنت حين تكلمني بقى من المركز المعلومات الوطني في السعودية هنا ما اسمع إيش؟ احنا موقعنا بالرياض شارع الملك عبد الله، مكتبه قريبه. انا اعرف، ما لا بس ما اتكلم عن الموقع، انا اتكلم انت تكلمني الان من مركز المعلومات الوطني. نعم، من قسم الحسابات البنكيه. ما في مركز المعلومات الوطني قسم اسمه للحسابات البنكيه، مركز المعلومات الوطني امر مختلف والحسابات البنكيه امر مختلف. البنكية. طيب معني كمل 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 تفضل. تفضل. لحظة. شوف يا غالي عندك في وصل بطاقة 16 ارقام، قول 4 1 يا غالي. شلون ايش؟ في وصل بطاقة صرافة عندك 16 ارقام، قول 4 1. والله ما اكد اسم اليسار، شوف ارجع من عندك 4 2. ما فهمت السؤال والله يبا. وصل بطاقة الصرافة يا غالي. بطاقة الصرافة ايش فيها؟ ايش فيها بطاقة الصرافة؟ عندك 16 ارقام، كل 4 1 يا غالي. يعني اعطيك رقم بطاقة الصرافة تقصد تبغاه؟ كل 4 1 يا غالي، شوف عندك من اليسار. تفضل اكد لي. أأكد على ايش؟ أنت تأكد لي ولا أنا أأكد لك؟ يعني انا اعطيك رقم بطاقة الصراف؟ اي بنك، اي بنك تبغى؟ انا عندي 22 بطاقة. اي بنك؟ راجحي. ايش؟ راجحي عندي. نعم تفضل. بنك الراجحي عندي 4 بطاقات. 4 8. ايش؟ يبدأ من 4 8 4 8 4 7 8 3. زين وبعدين؟ أبعطيك الرقم وبعدين؟ تفضل أكد لي يا غالي.
الحين انت مركز المعلومات الوطني، مركز المعلومات الوطني انا اعطيه رقم البطاقه يطلع لي حتى رقم هافي، مو بس رقم الكلوت حقي يطلع رقم ال... انا يا غالي امتلك كل معلوماتك كل بياناتك انا عندي يا غالي، انا بطلب منك يا غالي للتاكيد لانه المكالمه. عطني عطني اسم امي، عطني اسم امي الان واعطيك كل شيء يا مركز المعلومات الوطني. يا غالي الله يستر عليك، انا الحين جاتني ملاحظه على رقمك انا متصل عليك، انا ما اقدر اعطيك من عندي اي حق اي رقم يا غالي. والله انا مش واثق في المكالمه بصراحه. انا مش واثق في انا في المك... انا مش واثق في المكالمه، المكالمه هذه ما فيها ثقه ابدا، ما في شيء اسمه مركز المعلومات الوطني قسم الحسابات البنكيه، ما في هالكلام مش موجود. انا اقول ما في شيء اسمه مركز المعلومات الوطني قسم الحسابات البنكيه، هذا ما في، هذا كلام مو صحيح. فانا خايف ان انت اللي قاعد تبي تحاول تخترق الحساب. غالي انا معاك من مركز المعلومات الوطنيه من مكافحه الجرائم الالكترونيه الله يسلمك يا غالي. متابع وزاره الداخليه. بعد وصلت لوزاره الداخليه. عطني اسم امي، طيب عطني اسم امي. يا حبيبي عطني اسم امي انت الان عشان انا اثق فيك. شلون انا اثق في مكالمه بمجرد يقول جاتنا معلومات ان حسابك مخترق وحسابك، شلون انا اثق فيها؟ يا غالي انا زي ما قلت لك عندي ملاحظ رقمك يا غالي، انا لازم احدث الحساب. يا حبيبي انا اعرف احدث الحساب، اروح للبنك واحدث الحساب، انت الان انت مركز المعلومات الوطني صحيح؟ اول يا غالي اتفضل اكيد اول شيء رقم الطالب الرابع يبدا من 847 8 3 اتفضل. انت مركز المعلومات الوطني ولا لا؟ اي نعم يا غالي. عطني اسمي الكامل. طيب اسمك؟ اي اسمي الكامل، انا اعطيتك رقم البطاقه، طلع لي اسمي الكامل، تاريخ ميلادي. يلا تعالي معايا اخ محمد صالح ديان الملكي. ايه يعني انا محمد الصالح اسم جدي الديوان والعائله الملكي تقصد كذا؟ انا اسالك انت الان تكلمني من مركز المعلومات الوطني، انا ابغى اسمي الكامل عطني اياه. عطني اسمي الكامل يا مركز المعلومات الوطني. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا بستناك انا معاك ان شاء الله لين الصبح. انا معاك طال عمرك، انتظر اسمي الكامل وتاريخ الميلاد واسم الوالدة. تفضل انا اسمعك يا مركز المعلومات الوطني، انتظر اتصالك، انتظر كلامك، انتظر ردك. زي ما قلت لك هنا مكالمة بيني وبينك الآن مسجلة يا غالي، وأنا بطلب منك يا غالي تأكيد بس يا غالي، تفضل أكيد رقم البطاقة الصرافة. وأنا أقول أكد لي من اسمي، أنا أعطيتك الرقم السجل المدني، عطني اسمي عشان أنا أثق فيك. شلون أنا أعطيك رقم الصرافة؟ رقم الهوية أول. أعطيتك رقم الهوية؟ أنا أعطيتك رقم الهوية أعطيتك إياه. وطلع اسم، طلع الاسم عندك محمد صالح الديوان الملكي، يعني اسمي محمد وابوي صالح وجدي الديوان والعائله الملكي تقصد كذا ولا في شيء ثاني؟ نعم يا غالي. ممتاز، اسمي رباعي طلع عندك. طيب سام
تفضل. الآن الاسم رباعي طلع عندك صح؟ انا الان بحول لك المثال، ما خليه يوضح لك اكثر ويشرح لك اكثر. حول لي للمدير، حول لي للمشرف، مشرف الامن القومي، اذا الاعلان الوطني ما ادري ايش اللي انت تكلمني منه. يلا انا استناك، حولني. مرحبا، السلام عليكم. هلا عليكم السلام، حياك الله، انت المشرف؟ الله يحييك يا اخوي الكريم، معك يوسف عبد الله السراني، مدير مركز المعلومات الوطنية ومشرف قطاع امانه في قسم امن الحسابات البنكيه، تفضل يا اخوي الكريم. اي في اي دوله انت تكلمني؟ من اي دوله؟ السعوديه؟ انا بكلمك من الرياض. يعني انتم تابعين لاي وزاره؟ تابعين لاي وزاره انتم؟ احنا تابعين للنيابه العامه وتابعين للوزاره الداخليه. الله يسلمك. اوه، تابعين للنيابه العامه، تفضل انا اسمعك، تفضل. محمد احمد صالح معايا. محمد احمد صالح، تفضل معك. نعم. طيب اخ محمد، الموظف وضح لك على المشكله في حسابك؟ اي نعم، وضح لي انه حسابي بغوا يخترقون ناس. طيب خبرك ايش المشكله في حسابك؟ انا الرجل يكلمني يقول انا من مركز المعلومات الوطني وزاره الداخليه. قلت له ما يخالف، انا شلون انا اثق فيك واعطيك رقم البطاقه؟ عطني معلومات عني. قال لي عطني السجل المدني. اعطيته السجل المدني، قلت له اعطيني اسمي الكامل وتاريخ الميلاد. الحين انت الان كمدير مركز المعلومات تواضعت وكلمتني، يعني مدير مركز المعلومات الوطني يتواضع ويكلم مواطن. انا لو سمحت بس ابي اثق فيكم شوي. سم تفضل. سم مكالمتنا ماشيه اكثر من 12 دقيقه. اي نعم، اي نعم. العملاء ما نمشي معهم اكثر من دقيقتين. الموظفين بيخلصوا مع عملاء اكثر من دقيقتين ما ياخذوا وقت. انت اوكي معلش، اسمعني يبا معلش، انا ابغى شيء يخليني اثق فيك الان. عطني اسمي الكامل، عطني اسمي الكامل. معلش انا اعطيتك السجل المدني، الان البيانات عندك واضحه، عطني اسمي الكامل. انت مركز المعلومات الوطني، عطني اسمك الكامل. اسمي انا بالكامل. اسمي انا. طيب دقائق بس. يلا معاك يا حبيبي. الاسم بالكامل عندي هنا باسم محمد احمد عبد الله الصالح، صالح البريكر. ممتاز، هذا الاسم نفس البطاقه، يا سلام، الصالح البريكر، ممتاز. طيب تاريخ ميلادي طال عمرك؟ 100% طيب معلش، انت الان مدير مركز المعلومات على اي مرتبه؟